السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقاء؟ رجعت فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة جديدة. بهذا الفيديو ما راح نكون شير لعبة، والله أنتم كده وفتوه من ورا. طيب المهم راح نلعب ببجي اليوم وراح نحاول نجلد، بما إني صاير متغير ميولي من فورتنايت إلى ببجي، فلذلك حبلش الجيم ولا أدعاكي وأشتغل وأنزل لكم فيديوهات عنكم. وأنا لأن أنزل مع شخص ما بعرف إزاي راح أحكي معه. نجرب نفتح المايك. ألو هلو واتساب. اه والله بقدر افتح المايك اول بقى. خليني بس نسوي هيك شيء، شركه بالسماعات يا عيني. ما شاء الله بطلع معنا واحد يحكي ما شاء يا ملالي. يلا لنشوف الله شو بده يجلد. لنشوف حتى انجليزي ما بيعرف يحكي. ايش شو المعقول يا زلمه؟ والله شكله نهر رشا غير مثل الباقي الشعوب الكره الارضيه. What the fuck? حتى الاثنين. الله يسوم. A new chapter has begun. The key to survival is change and adaptation. This drastic change will help us find a better path. يا غالي انا برايي نسوي مغادره من الطياره قبل ما ننزل، لانه شكلنا كلين هوا يا معلم. هذا وين بده ينزل؟ هو خلصنا والله. هذا بده يهلكنا هلاك مع 14200 ار بي يا بيي. يا ايش يعني؟ ما عندي معرفه كبيره بالار بي، بس بعرف انه الار بي يعني هذا معرق مليار. على بلعب فورتنايت اصلا. عادي 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 يعني. انا كنت اساسا انا بدي اطلع، تعرف ليش؟ في وهم انا ار بي 14000. وين انا رايح بالزحمه؟ اصلا عادي اني اموت. شرفك اني زعلان. لا والله شوي بس. صحيح على سيرة الطبخة قولوا لي تريريرم. طيب شباب تذكرت شيء، اعطونا هيك فكرة تحدي نسويها ببجي. فكرة مو تكون يعني تكون اوفر صعبة يعني. انا غير شيء ما عم بعرف او ما عم بعرف شيء بالمدينة يعني. اعطونا هيك فكرة تكون بومباستيكية تمام، وهيك لها لمسة فنية. ايه تمام، بس ونحاول نسويها ان شاء الله. انا راح انزل بواشينكي. انزل بواشينكي ولا ننزل بواشينكي قولي. اوكي على فوق. انا شايفك. Marked a location. الله لا يفهم انت وهال مارك لوكيشن تبعك. وشو زبن الكل؟ يا
حسن احسن واحد بكل اللعبه. سوف تشاهدون الان شكرا كميه من الدلب الطبيعيه. انه يشكرني ولا شكر على وادي. ايش يعني؟ ولا الار بي تبعك عالي وانا الار بي تبعي واطي؟ لا ركل لي والله. ليش انت هيك؟ ما ظلت اخواني هيك؟ ما ظلت صغيره كاني ململمه؟ شي حد شي حداني على باب الجامع فيها؟ شرفك لي. الله يوفقك. اين عن ابو طلق معلم؟ خلاص حصلت لك مكانه. بس دقيقه خليني اهيله واتفاهم معه. الكلب والله على ادبه. اخذ لي حسين خلص شو؟ معلم هو مننه بس اكيد بحبك. غدرني الكلب. روح ادور عليه. امشي 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 ندور عليه. هو هون بين الهوية هدول. اما قتلوا هذا من وين؟ من وين ضاعينك؟ من وين؟ روحتوا لحسن. وين راح حسن؟ لعن ابوك. وينك انت؟ كون فوق. فوق يا مين تذكرت كنت فوق يا شيخ. الله يلعنك. وينك؟ روحته الحسن. الله لا يوفقك. والله يا حسن كان ودي انه ما اخلي يفتح. والله يا حسن شوف افنش لك يا طوايه. ما عندي طوايه. افنش لك يا مسدس. ليه لون يا حسن؟ شوف انا سعيد جدا. اين عن ابوك؟ رقبني ابن الحرام. جيتك 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 عم قتلك. ماكو سلاح. جيتك جيتك لا تقلق. مباشر جيتك. هاي قتلت لك الاثنين احمد ابشر. شايف احمد؟ ما صوته. مش حيوان. قتلته. والله ما كان متوقع انه يجي الطلق من ورا. طولوا بالكم شباب جيتكم. شوفوا هون انا حاصل. شوف انا ما بحب اللي زينا. انا شوف طوبة لك يا لعيونك. ابشر احمد. خلينا متكت اول شيء. استخدم المتكت. وصل هون هذا الكلب من اليسار. عنين ضربني. لا هاي لعيونك احمد. خلاص ابشر. الكمبوز. كان مشطح انا فكرته واقف. يلا عادي احمد نعب مرة تانية. احمد روح ابشر. والله ما قتل. جبت الثامن. وين الدكانة؟ واحد قفطيت. انا نزلت. تارو لاندو. روح روح روح. في حدا بيضرب حدا وكان. كده ضربني. لا ما قتلوك. الله يسلمك. شلون قتلك؟ كان مكمبر في بار بلان. نعم حظه. وينه؟ هذا وين؟ هذا اللي غيره. وما ضع عندي رصاص. غيره غيره. أنا لو وتر. أوه. ما يلا. وينه؟ قاعد.
وينو ها؟ عندي السيارة. اين السيارة؟ اه دوا دوا شفته. ها ها. عن حظه. ونهو وصلنا نهاية الفيديو. شكرا لحسن المتابعة وشكرا لكم. باي باي. تظهرنا في اليوم فيديو جديد وحلقة جديدة. ان شاء الله بكرة رح نبلش نرجع السيستم شوي شوي. يوم اي يوم لا. وبعدين رح نرجع كل يوم يوم ان شاء الله. كل يوم بيوم ونزل لكم فيديوهات. ان شاء الله. وهلا يكون وصلنا نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.